لا ما ماتش ما تلعبه في نظري ماتش بلا جمهور ما ماتش ما تلعبه. كون كان الماتش بلا جمهور ما غاديش تكون داك الحلاوه. الحلاوه كاينه في المدرجات كاينه في الجمهور. ملي تكون الجمهور عاوتاني تيكون داك الحلاوه. دابا هذا الفينال ديال الوداد و الوداد والاهلي شنو وقع؟ راه شكون الطوب؟ الجمهور. كون كان ما كاينش الجمهور راه ما تكون تلعبه. ديما وداد يجي ناقص شي شويه حيت الجمهور تيعطي واحد الحماس واحد لو سي سي باسي تيعطي بزاف د الحوايج. حتى اللاعب تيكون محماس بزاف د الحوايج باش يتماركا شي بيت رجاوي راه ضروري تتنوض البلبله. عاوتاني الوداد حتى هي كذلك وما تكونش شي فرجه مزيانه بلا جمهور. القرار ديال الجامعه الوطنيه المغربيه لكره القدم حيدت ما بقاش الجمهور ما غاديش يدخل الجمهور دراجة الوداد ولكن غيكون الديربي لا ناقص ما تكونش فيه ديك الحديه وديك احتكاك الجماهير. ما بقاش الجمهور دراجة البيضاوي والجمهور الوداد البيضاوي جمهور كبير وغني عن التعريف هو اللي مشرف الكره المغربيه ومشرف زعما المغاربه كامل ومشرف افريقيا وما فهمتش انا هذا القرار هذا. بصراحه الله هذا القرار هذا اللي فاجأ المشجعين ديال النادي الوداد البيضاوي. بصراحه ما عجبناش هذا القرار وكنتمنوا يعني ان من الفيفا ومن الجامعه انها يعني تتدخل باش ان يعني كيف كتشوفوا ديربي بلا جمهور بلا تيفويات بلا جماهير كاين واحد الدعم كنعطيوه يعني معنوي للجماهير باش تكون يعني وكتعطي اغلى ما عندها. وكتعرفوا ان نادي الوداد يعني نادي معروف يعني ماشي نادي بحال النوادي الاخرى. فاجئنا هذا القرار والحمد لله دينا الكاس وفرحنا المغاربه كاملين. واخا خسروا المغاربه ب3-1 المباراه اللي كانت كتجمع ما بين المنتخب الوطني وامريكا 3-0 يعني غطى نادي الوداد كان قاد ان باش يخلي المغاربه كاملين يعني ما يحسوش بالنقص ويحسوا بان كاين واحد النادي اللي يقد نشاركوا به في كاس سوبر اللي غيقد يجمعنا مع فريق اوروبي اللي كما كتعرفوا ان كازا كتكون مروعه فاش كيكون لعب هذا الماتش هذا. ونتمنوا من الجامعه يعني ترجع القرار ديالها حيت الماتش بلا جمهور ما غيكونش ديربي حقيقي. جمهور احسن اما بلا جمهور تجي شي شويه ما كايناش. هي النتيجه ما غاديش تخرج زعما شي رابح وشي خاسر. الا كان بالجمهور عاد تكون حاجه واحده اخرى غيخرجوا تعادل. الا ما يكونش شي شغب ولا شي حاجه تنتمناو يلعبوا بالجمهور من الاحسن. الا ما بالرجل غيكون ماتش بحال لعبتي ماتش هنايا في الهديب ولا بحال لعبتي ماتش في الهديب بالرجل. حلو الديربي هي الجمهور. ما كانش الجمهور ما كيسكنش ذاك العطاء ديال اللعيبه كيعطي 100% كتسمع ديك سير 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 اللعيبه تيولي والموجه وكذا. حنا راه حضرنا انا وهاد الدري صاحبي للديربي وشنا داك تنجيو من مكناس تنمشيو لكازا تنحضروا للديربي وتنشوفوا. وتحيه الناس اللي كيتبعونا هاد الوداد والرجاء. هي بصراحه الله كنتمنوا يعني استيفوزي القجع يتمنى يعني يرجع في القرار ديالو ويخلي الجماهير ويرجعوا للمكانه ويرجعوا ديالو اولي 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 ديما وداد وداد. وبهذه المناسبه تحيه للكوديم حتى هي راه خصها تطلع دوزيام بريمير سيري. راه عيب وعار الكوديم تبقى في الهوات مدينه كبيره وعتيقه ولا اله الا محمد رسول الله. كنطلب من المسؤولين انهم يشوفوا هذا الفريق ديال الكوديم باش يطلع بريمير سيري راه حقاش عنده تاريخ. هذاك المدرب اخويا لا علاقه. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يبعدوا علينا داك السرح الغنم. راه خرج علينا صاحبي خلي غير الركراك يا صاحبي. شوف وهذا ربه مرض صاحبي راه النهار لا صراحه الوالد مرض ولا ما مرض الوالد ديالي بسبب داك الحال انا التسعه صاحبي حتى ما عندك لا طاكسيك ما عندك والو صاحبي. داك وداك سميتو داك بالمناسبه غنقول لك واحد اللعيبه علاش كيمشيو داك فيصل الفجر هذاك ديما واش كيز التونيات ولا شنو بعيد منا صاحبي عطيني التسعه هذاك ما خصوش يجي كاع نهائيا صافي عطى المنتخب واحد الوقيته يمشي بحالو حيت كاينين دراري يستاهلوا البطوله. زياش زياش راه زياش خصو يحيد داك المدرب باش يجي زياش. زياش راه مشاو عنده وما سمعوش. المهم وداك سميتو كاينين شي لعيبه ما يستاهلوش يجيو للمنتخب وكنتمنى من واحد اخر يدوز يمشي بحالو يعطينا التيسع.
ويجي وليد الركراكي يكون مدرب المنتخب الوطني. هذا راه تفقص، هذا كانت فيه، هذا كانت فيه 90 كيلو شي كيولى هبط اخوتي والله الا على قصه. الله يخليك الحق، الله يخليك الحق. ونتمنوا يعني ان شاء الله نشوفوا المغرب في حله جديده ان شاء الله، ونشوفوا مدرب جديد، والله يدير لنا الخير مع خالد الوزتش في هذا الكاس العالم وصافي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.